البلد الحمد لله بلد ولود، ومشيت يعني ان احنا يعني تفكر في حلقات مهمه في البلاد، وهذا مورود ثقافي ديالنا في المدارس، عارفين يعني الانسان يخدم فيه، وما كاين بعض الضوابط اللي ما خصوش يتخطاها، ولكن ك يعني بالنسبه للجمل الموسيقيه يعني لا ميلودي، فانا كانت عندي تجربه ربما تنقصنا اراده في هذه البلاد، ربما يمكن عندنا واحد العقده ديال البراني، يعني كل حاجه جاتنا من برا تنشدوها بيدينا بجوج، وما تنفكروش على ان احنا في المغرب عندنا طاقات مهمه جدا ممكن ان احنا نخرجوا للعالميه. ونعطي مثال معذور به، انا كنت صوت واحد المجموعه ديال الاعمال، اعمال فنيه منهم لاغوز دو ديزان، مع الاسف ما تعرفها حتى واحد، قليل الناس اللي تعرفوها، الناس المهتمين والباحثين لاغوز دو ديزان، يعني مركبه واحد الايقاع مغربي اللي هو ديال محاول حسين اشيبان. فصوت هذه المعزوفه وتعزفت مع اوركسترا الفيلهارمونيك بي بي سي، واللي كان شرف عليها هو السي امس كان وزير السابق وزير الاتصال سابقا، وكانت تعرضت في واحد فورزازات قلعه ايت من حدو، وهذا الشيء كان في 94. مع الاسف بغينا دابا حنا هذه المعزوفه خصنا نطلبوا الناس وما يجيبوها لنا يسلطوا علينا. مع الاسف انا درت محاولات كثيره في هذا الشيء، وتبنيت هذا المشروع ديال الموسيقى السيمفونيه، وبالفعل انا وجدت المعزوفه مجموعه من المعزوفات، ولكن كنلقى مشكل كما قلت المشكل ديال الاراده. شنو هي الاراده؟ وخصنا نامنوا، يعني كنا لا مسؤولين ولا كاع اللي كيمشي هذه البلاد هذه، خاصو يامن بان المغرب ممكن تخرج منه مفاجات كثيره، كنهضر على المجال الموسيقي. فانا وضعت موسيقى وكنت نشتغل مع واحد الشخص في باش نطلعو كيتسمى الكونديكتور. هذا الكونديكتور تعرفوا الاخ كونديكتور هو عباره عن النوطه الموسيقيه، يعني كتكون مسطره فيها الالات كلها، الات الوتريه، برومي فيرو، دوزيام فيرو، الشيلو، الباس، كيجيو الالات الخشبيه كونتر يعني الهوبوا سميتو كلارينيت، كتجي الالات النحاسيه باس كونتر الترومبون والترومبيت، يعني كتكون هذا هو الكونديكتور. وفي اثناء بناء هذا الكونديكتور هاد الشخص طبق جوج وراق من عندي وخرج بهم برا، وناض كيدعي على انه هو اللي كتب هادشي هو اللي صدق. مع الاسف انا عندي هاد المعزوفه واجده، وإلا كان شي واحد يتمنى هذا المشروع انا مستعد، وانا مسميها لو ماريشال، هاد لا سامفوني مسميها الماريشال. شنو هي الماريشال؟ ماشي هي رتبه عسكريه، ولكن رد الاعتبار يعني ولا وتكريم واحد من رواد العزف ديال الفرايطه في المغرب اللي هو الماريشال الطيبي. فانا سميتها الماريشال، وهي موجوده واللي راه يعني كما حنا كنقولوا في التعريضه يعني في العزف هي كاينه، وكتبدا اي مغربي في اي منطقه في العالم حتى غتبدا راه غادي يعرف بان هذه راه ديالنا ولو التامبر ماروكان، يعني فيها البصمه المغربيه واضحه جدا، لان الجمله كنا تنعرفوها وكنا تنحبوها وكنا تنشطحوا عليها كبار وصغار، مثلا تراتاتي 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 تراتاتي، يعني بمصطلحات موسيقيه فيها كريشياندو فيها ديكريشياندو فيها يعني معزوفه كامله تقريبا فيها واحد 25 دقيقه كتسنى، يعني هذا النداء ممكن نوجهه من خلال الاعلام اللي كيحضر معنا السيد وزير الثقافه انه يتبنى هذا المشروع هذا.